إذا تحب الناصرية وتعز أخوك حميد لا تعبر هذا المنشور بشارك إلي وصل إلي الرؤساء الكتل. اليوم إحنا بقضاء النصر 130 ألف نسمة عندنا مشاريع، قسم من مشاريعنا بصندوق أعمار ديقار وقسم من المشاريع بمحافظة بالمحافظة اللي متمثلة بالمحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي. مشاريع الصندوق كلها إجت وجاي تعمل بقضاء النصر ولا مشروع بقى كلها نهدف. نعم الله عليهم وجزاهم الله على الخير. اجانا محافظ واجانا رئيس مجلس واجانا اعضاء مجلس محافظه حكومه جديده محليه وقلنا يا الله اله رحمتك راح يتغالبون واحد يظلم الثاني على خدمه المحافظه والاقضيه والنواحي. تدرون عندنا ثمن مشاريع صار لهم 8 اشهر او 9 اشهر نايمات بالمحافظه ما ينهدل. ليش؟ انا اقول لك ليش راح اناشدنا. احنا كمحافظ وكاعضاء مجلس محافظة بلينا من المناشدة. اليوم راح نناشد رؤساء الكتل التابع لهم المحافظ ورئيس المجلس واعضاء مجلس محافظة. اليوم الناشد سيد عمار الحكيم. الناصرية تابعة اليك المتمثلة بالمحافظ مرتضى عبود الابراهيمي. والناشد المالكي عندك اعضاء مجلس محافظة. والناشد احمد الاسدي. والناشد الشيخ قيس الخزعلي والناشد رئيس البرلمان محسن المندلاوي. كلكم عندكم اعضاء مجلس محافظه وجبتوهم وقلتوا لهم خدمه وناسكم. اليوم ما قدموا خدمه للناس والحكي الداري جاي يدور بالشوارع والمسؤولين والمحللين والناشطين والاعلاميين يقولون كل واحد فاتح الاقتصاديه بتينه. المشاريع ما تنهد إلا بنسب كومشينات الطين 20% الطين 15% نسب كومشينات والناس والله مفلشة والناس والله بالطين وجاينا شتاء وآخر مطر نغرق. ترى بالشتاء ما يظل صبر عند الناس. وعلم أبي طالب تطلع من شيب وشايب ومن موظف حتى المعوقين يطلعون مظاهرات. هدوا مشاريع النصر مشى عليكم علي بن ابي طالب ملينا وجزعنا وملينا من المناشدات. رسالتنا السيد عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي والهادي العامري والمالكي واحمد الاسدي ورئيس البرلمان محسن المندلاوي كلكم عندكم اعضاء مجلس محافظه بالناصريه. وسيد عمار اليوم سيد عمار الحكيم اليوم عندك المحافظه لك حصتك صارت. ماشيين عليك يدك محمد تتصل بالمحافظ وتقول له هذه مشاريع النصر. انت الشركات تابعه الكم انت الشركات ماخذه كوميشنات ما نعلم بس نريد اعمار بالنصر. وقسما برب الكعبه والشاهد الحسين لا عندنا عداوه يا واحد ولا عندنا مشكله خاصه ولا عندنا مصلحه شخصيه. ناس مدور خدمه اهلنا وناسنا ملينا جزعنا يا ناس يا عالم يا رؤساء الكتل من جبته واعضاء مجلس محافظه نعرف بيكم تردون تحسنون صوره حالكم وتردون ناخبين بدل ما تحصل لك 1000 اليوم حظ مجلس محافظه من يخدم يجيب لك 2000. بس انا اقول لك بدل ما تحصل لك 1000 راح تحصل لك 100 لان ما قدموا خدمه. هاي رسالتي لرؤساء الكتل الكل بدون استثناء وعلى رئيسهم السيد عمار الحكيم وفي مالهم.